السلام عليكم البنات، زوينين الفنين البوقوصات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ كلشي مزيان في امان الله وحده دائما وابدا. قناه بشرى لهنا المتنوعه ديما معاكم، غتبقى ديما معاكم ودائما بالجديد ان شاء الله. راني لحت لكم الفيديو ديال الوالد، داكشي الجديد ديالو كامل غنحطو لكم، وان شاء الله ان شاء الله راه عنده الجديد ديال الفريع، ايكون تكون قناتي هي السباقه ان شاء الله بحول الله. كنموت وكنتسطع عليكم نتوما حبابي وصحابي واخوتي كاملين كاملين، كنحماق عليكم. اليوم غندير واحد المقلب في الصديق ديالي وليد، غنحمقو اليوم، غنحمقو، غنعيط ليه وغنقول ليه راني طحت من الدروج، كنت نجفف وطحت من الدروج، هو ما كيبغينيش نبقى نشقى بزاف. غادي يجي لعندي من طبيعه الحال، غادي يسمعها، غادي يجي تيجي، انا متاكده، وغادي نعيط ليه ان شاء الله، وغادي نقول ليه راه فوالا شنو 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 شنو. ومن طبيعه الحال كلشي غتشوفوه بعويناتكم ونشوفوا رده الفعل ديالو هويا. انا عارفه باللي غادي يجي وغيخاف عليا بزاف، عارفه بزاف الحوايج غادي يكونوا، وبقاو معايا ما تزابيوش باش نشوفوا وليد والجرأة ديالو، نشوفوا شنو غادي يدير. ومن طبيعه الحال غنشوفوا رده الفعل ديالو. يلا بقاو معايا ما تزابيوش ما تزابيوش. المهم البنات، انا غادي نخلي التليفون هنايا حدا واحد البانيو ديال التصبيط، بلاتي انا نخلي حدا واحد البانيو ديال التصبيط ما بينش هادي القاد. يا ربي غير يسقي لينا التليفون. والو ما يسقيش التليفون، ما يسقيش سقي بابك، خلاني ضل ولد اختي سقي بابك نزكيوه. والو ما يزكاش، يا ربي يزكى. اها هرسته، والله الا هرسته. هذا ما يزكاش، انا نزكيه نشوف. المهم هانتوما معايا، او عهجة، خليني نقد بلاصتي انا. يا
حواليه، والله العظيم تدرتو لك مقلب وكنقول واش غادي يجي. انا كنت متاكده بلي غادي تسمع لي طاحت ولا شي لعيبه غادي تجي غير باش تشوفني، ولكن تاكدت اليوم بلي كتحمق عليا وتنحمق عليه. غير تخلي الله يعطيك شي كسيده سر قولها قداس ما راهوش واحد ما بقاش دوي مع هاد الدوي صافي بغيت ليا خدعتيني واحد الله مشى المرا شخو شيقول اه درنا فيه مقلب زوين شي قلت لكم والد راه تما واش اجي 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 تما لا اجي تما لي زامي ديالنا داك شويه يا بصفه في 3 ايام هانتوما واحد حيت تتحمق عليا وتحمق عليا وتايا راه تايا معاها في الخطه يا اختي مين قلت لها بشرى واش قالت لي راه طحت واحد الطاحه خايبه في الدرج يلاه ما صفقوني بحيته 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 زعما هي غادي وبسلامه وبسلامه ورا كان هذا واحد المقلب صغير واخا ما كنعرفش نمثل انا بزاف. المهم انا بغيت نعرف واش والدي تيموت عليا وتيحمق عليا ساعه اون فوا عيط ليه قال لي انا جاي دابا انا جاي دابا ما تعطلتيش بقيتي خطاف يمكن ما تخلوه يا مسخوط الوالدين واخا ما خلاتنيش ناكل في خاطري دات لي قلت لي والو بديت تنبكي والو اجي انا راه مشات لي رجلي يا خويا رزقت ما عرفتش لك الفطور اخويا قطعت لي خلاتني نجيب له هواي شكرا بزاف عرفتك تتبغيني وكتسطع عليا وانا ماشي خصني نقول راك انت خصك تقولها الجمهور غيشوف كلشي الجمهور غيشوف كلشي وتي انت بغيتي تشوفوا خلقات لي هاد الخلقه اش غنقول لك يا ربي ما خدتش عاد بهذه المناسبه وليد كلشي كيسول فيك كلشي كيقول لك جيتي تقول لي اجي يا وليد نضحكوا ولا غتصافي الله ما نقول بك الله اتفق معايا الله ما نقول بك خلاتني بحال هكا قلبي غيسكت لا نشوف انا اللي هنا اللي ماشي غيسكت زعما انت مونتي من حطيت كيد على رجلك يا باش ما تعيقش ولا ان فاتحت لي يدك على رجلي واش تيكون دابا واخا تقول عندنا لا 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 حنا شوف شوف سمع سمع والد حنا بغينا نبسطو مع لي زامي ديالنا مع الناس الزوينين ديالنا مع الناس اللي كنعاودو لهم همنا بطبيعه الحال وكنشكيو عليهم تيكونوا قرابين لينا بطبيعه الحال بغينا نضحكوهم واحد شي نهار حنا نقاو على الاغاني والهم والله لك الكلمة أخي وليد. واش غنقول لكم إنسان تقال لي والله إلا تقلت لي ساري وخلع والله شوف أجرون كان ومد الحرارة هذا طالع في الدروج عندو ما طلع هذي طالع كاين واحد طلع عندنا من شنطة الدار شوية يا أختي كديرة بخير كديرة بنيتك أنا باقي غتسمعوها قلت لها ويلي أختي بشرى أندر قالت لي طاحت في الدروج هادي ارا كانت تسيق تحت واحد السلقه خايبه يلاه يا اختي يلاه يلاه وتلفتي الهضره نسيت على تشدو قلت ولا تشدو درت ايوا بقاو معنا ما تزاوبيوش ان شاء الله الجديد 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 لكلشي كيسول عليك يا وليد شي يقولوا فين لكم خير الرباح سول فيكم خير الرباح مع كانت ماما مريضه واحد الايامات داكشي ديما تنقول ديما تنقول لهم ديما تنقول لهم التليفون لا بشرى راه بلا قناه بلا حتى حاجه حنا خوت الحمد لله الحمد لله والله يشافي لكم ويمسك ان شاء الله والله يعطيها صحيحتها الله يعطيها صحيحتها باش تبقى معاكم ان شاء الله تال امين والامن يدي امان شو صحيحه ان شاء الله جديده للشابه لماما وليد وكنتمنوا الخير ماشي لينا وجميع المسلمين وكنقول لكم شكرا على التتبع ديالكم وكنتمنوا اننا نكونوا خفاف على الظل ديالكم وما نكونوش ثقال بزاف حنا هذا الفيديو هذا ما بغيناش نديرو فيه يعني دقائق بزاف بغينا ندير فيه غير واحد شويه باش يكون داكشي خفيف ظريف شي كلمه السرورات ايوا هضر شويه عسلي ما تنعرفش نهضر عسلي تهلاو فينا بالجيم والابوني ولي كومونتير تهلاو فينا بزاف انا تنبغيكم ماشي غير بوش اللي تبغيكم راه انا تنبغيكم انا الكل في الكل في الكل تنحمق عليكم بزاف بزاف انا لا تعطلت عليكم ولا سميتو راه ما تنتلاقاش مع بوش راه بزاف
تتقول لي اجل هي كاينه الخدمه كتكون عنده الخدمه فهمتي الخدمه واخا كيعيط لي بكل صراحه واخا كيعيط لي كيقول لي اجي زعما تفرجي معانا ومنها تصور انا ما تكون الخدمه ما كنقدرش نكون بعد مرات خدامه وهو لقيت لي ديال الخدمه ديالي انا كيكون خدام حشوميه تتحشم ما تدريش تقولي دابا تجرب تتحشم انا راه مع تمارة ومن تكون خدام بعض المرات تكون شي بلاصه مضيقه شي بلاصه تبغيش نصور لكم وكاع تشوفوا شي فيديوهات نغلوحهم التليفون مع الضيق تقرب لي التليفون على فكره وليد راه كاملين الناس هاد الفيديو الاخر اللي حنا قال لك كتقرب التليفون لجيت المهم انا راه ضروري تنفكركم راه تلقى الضيق المهم تبغي نصوركم باش تبغي نصور لكم باش تحيد وحشكم داكشي علاش صافي شكرا وليد شكرا بزاف اللي خطاك عليا والله الله يكبرك في طاعه الله رسول الله ان شاء الله واخا واحد المعتقدين تيقولوا لك راه هادشي اللي غادي فيه ماشي هو هذاك وما عرف وديما تنقول لهم هو راه تبارك الله ها هو الخير وتبارك الله عقله كبير شوف غنطلبكم واحد الطلبه بزاف شوفوا اللي تفرج في هذا الفيديو يدير يده ويدير يا ربي يا ربي بيستع ربي يبين سعد البشرى يا ربي انا اتجوج يا ربي انا اتجوج يا اختي بغيت حبيبتي تتجوج المهم باش ما نعطلوش عليكم الفيديو يكون طويل بزاف كنتمنى كل شيء الخير كان احنا راه حنا هيا كنبسطوا مع بعضياتنا كنتمنوا كل شيء الخير بطبيعه الحال كنقول لزامي ديالي كل سنه وانتم طيبين وهاد 2022 ان شاء الله تدخل عليكم الصحه والسلامه وطول العمر يا ربي وزيد الرزق الحلال يا ربي المهم دائما قناه الهنون بشرى كنت نقول لكم شكرا اللي تابونا معنا واللي باقي غيتابونا معنا مرحبا به في القناه ديالنا شكرا لكم بزاف شكرا كنموت عليكم كاملين